وأروح للأستاذ حسن الخطيب، وهو ممثل لمؤسسة، المؤسسة دي بتستثمر تقريبا مليار يورو سنويا. عاوزين نعرف أستاذ حسن، إيه هي المشاكل الاستثمارية الخاصة ب يعني المستثمرين داخل مصر تحديدا؟ شكرا، شكرا ليك وشكرا على الدعوه الكريمه لدوله رئيس الوزراء ووزير الماليه. خليني اوسع السؤال اللي حضرتك بتساله، ازاي مصر تستفيد بحجم الاستثمارات اللي اتعملت في خلال السبع سنوات؟ مصر صرفت حوالي 400 مليار دولار ل 500 مليار دولار، ليه ما بيجيش استثمار مباشر؟ اعتقد في الاجل القصير هيبقى عندنا مشكله، للتحديات العالميه اللي احنا بنبص عليها النهارده مش هتسمح لحد يجي، ولكن دي اللي بعتبرها الفرصه لينا كدوله اللي احنا نوع في زي ما نقوله ما نضيعش الازمه، نستفيد بالازمه لاعاده هيكله الاقتصاد المصري وجعله اقتصاد تنافسي، اقتصاد يتعامل مع المرحله اللي العالم بيتكلم فيها. خليني اقول ايه الفرصه اللي انا شايفها الاقتصاد المصري وازاي المحاور نشتغل عليها. النهارده جائحه كورونا، النهارده الناس كلها محمد العيران قال على كلمه ريزيلينس. ريزيلينس دي جمله معناها ان الشركات العالميه النهارده عايزه الموارد الانتاج والشريك المدخلات الانتاج تبقى جنبها، مش عايزه تستورد من الصين. الفتره دي والقلق من الصين بقى شو جزء كبير من القلق. ازاي مصر تعيد هيكله اقتصادها لتجتذب هذه الاستثمارات، تبقى الشريك الاساسي لاوروبا وهو اكبر عميل لينا واكبر عميل تجاري واكبر شريك تجاري لينا، ازاي نتعامل مع ده؟ هو ده السؤال. مصر بيواجهها ثلاث حاجات اساسيه لاي مستثمر بيبص عليها. غياب وضوح، يعني الانجاز الرهيب اللي اتعمل في السبع سنوات اللي فاتوا هقول النهارده محتاجين نغيره، لازم يبقى في وضوح رؤيه في السياسه النقديه، وضوح رؤيه في سياسه ماليه منضبطه طمنا عليها سياده وزير الماليه النهارده، ودور الدوله في الاقتصاد اللي هو مزاحمه القطاع الخاص اللي هي اصبحت مشكله اساسيه بتواجه اي مستثمر. لو وثيقه ملكيه الدوله تعاملت مع الجزئيه دي هنريح هذا الموضوع. السياسة النقدية هي جزء أساسي من عملية التصدير وتسعير المنتج، وإزاي إن إحنا النهاردة بننافس. إحنا مع الأسف بتسأل كتير ليه الصناعة ما عندناش صناعة، لأن عندنا سعر صرف كان معوق، كان بيشجع الاستيراد على حساب التصدير. أنا بتصور عنواننا في المرحلة اللي جاية يجب أن يكون اقتصاد تنافسي، اقتصاد بيعتمد على الطاقة المتجددة، اقتصاد بيعتمد على القطاع الخاص، اقتصاد جاذب على الاستثمار المباشر بشكل أساسي. ومن خلال هذه العناوين سياسات واضحة للمستثمر يجي عليها ويستثمر. أنا شايف العملية سهلة، أنا متفائل، مصر جاذبة للاستثمار، دولة بحجم كبير 100 مليون، بنية تحتية النهاردة متنافسة بشكل عالي جدا، قوة عاملة متنافسة في التكلفة. بتصور إن احنا لو اشتغلنا على الجزئية دي ويبقى ده هو ورق المؤتمر، هو ده اللي ردا على سؤال حضرتك، هنستطيع ان احنا نبقى دوله تجتذب الاستثمارات المباشره ونؤهل نبقى شريك اساسي لاوروبا في عمليه الصناعه في المرحله القادمه والتصدير. شكرا استاذ حسن.